الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد. سبحانه رفع السماء بلا عمد وأرسل الجبال كالوتد وقسم الأرزاق فلم ينسى من خلقه أبدا أحد. سبحانه سبحانه، والصلاة والسلام على المبعوث إلى خليقته، الداعي إلى الحق وطريقته، إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطر الأمطار وعدد ما غرد الطير وطار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، فإن تقوى الله عز وجل مؤداها رضا الله تبارك وتعالى. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي فوق التراب تراب. وأحذركم ونفسي من الدنيا، فإنها إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا ازدهت دهت، وإذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان في المحيا يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، لا شك أن أغنى الناس على وجه هذه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولم لا وقد أغناه الله عز وجل، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقد أغناه الله عز وجل، ولكنه غنى النفس. ومع ذلك كان يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل إلى بيته، كان أحيانا يدخل إلى بيته بعد صلاة الفجر ويسأل هل من طعام، فلا يجد طعاما، ثم يذهب إلى بيت آخر من بيوت أزواجه رضوان الله عليهم فيسأل عن طعام فلا يجد طعام، فماذا يفعل؟ فينتوي الصيام. يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد طعام، ومع ذلك عند الإفطار يفطر على رطبات أو على ما تيسر من التمر، وأحيانا لا يجد هذا التمر، فما هي إلا حسوات من الماء يحتسيها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي واجبه ويكسر صيامه. أيام وليالي تمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، حتى كان يربط الحجرة والحجرين على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. وفي إحدى الليالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه إلا الجوع، ذهب يترك باب صاحبه الصديق أبي بكر رضوان الله عليه فلم يجده، وإنما وجده أيضا بالطريق، فقال يا أبا بكر ما الذي أخرجك في هذا الوقت من الليل؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خير خلق الناس، فذهبا فإذا هما بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك يا عمر في هذا الوقت من الليل؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. الثلاثة في ليلة واحدة أخرجهم جميعا الجوع. فمشى حتى ذهب إلى بيت رجل من الأنصار، فعلم بحاجتيهما، فعلم بحاجتهم جميعا، فما كان منه إلا أن ضيفهما، وذهب الرجل يذبح ذبيحته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك وصاحبة اللبن. فذبح الرجل شاة ثم طبخها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الله وسمى أبي بكر وعمر وأكلوا. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: لتسألن يومئذ عن النعيم، أما والله لتسألن يومئذ عن النعيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت هذه الآيات ذهب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، أي التمر والماء. وفي بعض الأحيان لا يجدون هذا التمر. كان قوت الصحابي في إحدى الغزوات تمرة في اليوم يمصها طوال اليوم، وفي بعض أيام الجفاف كانت النوى، وصل بهم الحد أنهم يمصون النوى، نوى التمر. إنما هو الأسودان، التمر والماء. عن أي نعيم نسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. كانت هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة من بعده. انظر إلى عمر بن انظر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين، وفي ثيابه التي عليها 14 ركعة، كان يسمع لبطنه صوت كركرة من الجوع، من شدة الجوع، فكان يقول لبطنه: كركري أو لا تكركرين، فوالله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين. كركري أو لا تكركرين، فوالله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين. وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا انظر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أبا الحسن، وجدوه يوما بالكوفة يبيع سيفه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ولم تبيع سيفك؟ قال: والله لو أن عندي 4 دراهم أشتري بها ثوبا ما بعت هذا السيف، لو أن عندي 4 دراهم أشتري بها ثوبا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليس عنده، لا يملك 4 دراهم ليشتري بها ثوبا، فاضطر إلى أن يبيع سيفه. هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، أشرف خلق الله من بعده صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وكان نائما على حصير، وقد أثر الحصير على جنبه، الحصير ترك علامات وأثر على جنبه. فرآه فنظر عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وقال: يا رسول الله، ملوك كسرى والروم، ملوك الفرس والروم، على الأسرة يتنعمون، وعلى الفرش وعلى الحرير، وأنت خير خلق الله تنام على الحصير، أثر على جنبك؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، أما ترضى يا عمر بأن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ترضى بأن تكون لهم الدنيا، متاع الدنيا، ويكون لنا الآخرة؟ هذا هو الميزان. كانوا أغنياء، ولكن ما كان في أيديهم كان لغيرهم. حتى عند وفاتهم، قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا خلف؟ ماذا ترك من بعده؟ ترك كيس به شعير، وترك حصير،
لم يترك شيئا، حتى درعه، درع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرهونه عند يهودي. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان درعه مرهون عند يهودي. هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما حضرت الوفاة أبي بكر، فجلست عائشة رضي الله عنها تبكي وتعلم أن كل هذا المتاع، متاع الدنيا، لا يفيد صاحبه عند لحظة الموت، عند لحظة الفراق. فأخذت تنشد وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفسا وضاق بها الصدر، أي النفس. فقال لها رضي الله عنه: يا بنيتي، قولي أفضل من ذلك. فقالت: وماذا أقول يا أبي؟ قال: قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحير. هي تعلم أن كل هذا المتاع زائل، كل هذه النعم إن لم تستخدم في طاعة الله عز وجل وإن لم يؤد شكرها فهي متاع زائل، العبد يتركه كله ويسأل عنه يوم القيامة كله. كل هذا المتاع يتركه العبد كله ويوم القيامة يسأل عنه كله. دخل أبي العتاهية على أحد الخلفاء وكان من الأثرياء وله قصر مشيد، فأراد أن ينصحه، فأنشد بعض الأبيات يقول فيها أبي العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك ما أردت من الغدو من البكور، فإذا النفوس تغرغرت بظفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. كل هذا تعلم عند لحظة الفراق أنه كان غرور. تعرف قدر متاع هذه الدنيا الزائل فقط متى؟ عندما تحن لحظة الفراق، عندما تجيء سكرة الموت بالحق. كل هذا المتاع الله عز وجل ينعم على العبد، ولكن هذه النعم إن لم تستخدم في طاعة الله عز وجل وإن لم يؤد شكرها تكون على العبد نقم، وتكون عليه حسرات يوم القيامة. فلا بد من شكر كل النعم التي أنعم الله علينا بها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد. فإذا نظرنا إلى نموذج آخر من النماذج في حفظ النعم والتي لا تكون إلا بالشكر وتذكر المنعم الله عز وجل، فوالله لولا الله ما كان في جيبي ولا جيبك دولار ولا درهما ولا دينار، ولكنه الله عز وجل المتفضل المنعم المعطي الوهاب الرزاق، كلها نعم الله عز وجل. عندما أرسل معاوية في زمن خلافته إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 70,000 في يوم واحد، أرسل لها 70,000، وكانت أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها زاهدة منذ الصباح وقبل غروب الشمس، وزعتها كلها في سبيل الله، وزعتها كلها على الفقراء 70,000، وكانت ثيابها مرقعة لتعلم الأخوات والفتيات ثياب أم المؤمنين الصديقة عائشة التي برأها الله عز وجل في القرآن في سورة النور، ثيابها مرقعة، وباتت 70,000 كلها في سبيل الله، لأنها تعلم أن كل عطاء الله عز وجل لابد أن تبتغي به الدار الآخرة، تدخره إلى الدار الآخرة، لأن كل ما يبقى في هذه الدنيا زائل سوف نتركه يوما ما. هذه هي نظرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا هو شكر النعمة، أن تتذكر المنعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقط القليل من عباد الله عز وجل الشكور، شكر النعم. جاء في الأثر أن يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. تخيل أنعم أهل الأرض من لدن
آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة. أنعم أهل الأرض لم يرى في حياته بؤسا قط ولا شقاء قط طيلة حياته منذ ميلاده إلى وفاته. أنعم أهل الأرض، تخيل من يكون واحد من خلق لا يؤتى به يوم القيامة يسأله الله عز وجل: يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك ضيقا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط. فأمر الله عز وجل فيغمس في النار غمسة واحدة، صبغة واحدة، لا يدخل النار وإنما يمر عليها فقط. فاسأله الله تبارك وتعالى: يا عبدي هل مر بك نعيم قط في دنيا؟ فيقول: لا والله يا رب، لم أرى نعيما قط، فقط غمسة واحدة في النار والعياذ بالله أنسته كل هذا النعيم الذي عاشه في الدنيا. وعلى العكس يؤتى بأبأس وأشقى أهل الأرض في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويسأله الله عز وجل: يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب، غمسة واحدة في الجنة أنسته كل شقاء هذه الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا يغرنكم هؤلاء الذين ألهتهم الحياة الدنيا وقد أغرتهم نعم الله عز وجل المنزلة عليهم ليل نهار، لم يؤدوا شكرها ولم يستخدموها في طاعة الله عز وجل. لأن هؤلاء قد قال الله عز وجل فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أي إنهم في الدنيا استمتعوا، قد استنفذوا نصيبهم وحظهم من النعيم. فالدنيا كما تعلمون ليست دار نعيم، إنما هي سجن المؤمن، فإنما هي سجن المؤمن وجنة الكافر، هذه هي الدنيا. فهم استنفذوا كل النعيم في الدنيا فليس لهم نعيم في الآخرة. سبحان الله، إلا من كان نعيمه في رضا الله عز وجل. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أخص عبده المجتبى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، لا شك إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذه قاعدة مسلمة بها. إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن بشروط، من غير إسراف. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والشرط الآخر أن يؤدى شكر هذه النعم، أن تتذكر المنعم وهو الله عز وجل. فإن من أثر نعمة الله على العبد أن يشكر الله عز وجل عليها، وإلا كانت عليه نقمة. اسمع لقول الله على لسان نبيه سليمان إذ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أي إن هذا الفضل من الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى. سيدنا سليمان هذا النبي الذي وهبه الله الملك والنبوة، فأتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال: هذه النعمة وكل هذا الفضل هو ابتلاء من الله عز وجل ليبلوني أشكر أم أكفر. والكفر هو جحود النعمة وإنكارها وعدم شكر الله عز وجل عليها. اسمع أيضا على لسان نبي الله لقمان: ولقد ياتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إن من تفضل الله عليه عز وجل بعلم وبالحكمة فإن مراد ذلك كله شكر الله تبارك وتعالى.
الفطن الحكيم حقا هو من يشكر الله تبارك وتعالى على ما كل ما أوتي من نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. لذلك كان دعاء نبي الله سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هو يريد التوفيق من الله تبارك وتعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. حقا إنها مسؤولية ضخمة وأمر خطير شكر كل هذه النعم. الله عز وجل يتفضل علينا بالنعم ونحن نغفل شكر هذه النعم. لذلك هو يطلب من الله عز وجل التوفيق في شكر هذه النعم وتأدية شكرها كل هذه كل ما تفضل الله به عز وجل عليه. وهذا هو مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يعينه على أي شيء، على ذكره وشكره. فإن الأمر خطير يحتاج إلى المعونة من الله عز وجل. العبد بمفرده لا يستطيع أن يؤدي كل شكر هذه النعم. لماذا يا عبد الله؟ الأمر بسيط، الصلوات معدودات والصيام أياما معدودات، فماذا عن الحج؟ الحج أشهر معلومات، والزكاة نصيب مفروض، كل طاعة وكل العبادات محدودة ومفروضة. أما شكر الله عز وجل فإنه مقترن بالنعم، ونعم الله غير محدودة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فالمطلوب منا أن نشكر الله على نعم غير محدودة. لذلك لابد أن يكون الشكر غير محدود. لذلك لابد التوفيق من الله عز وجل، وأن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكر هذه النعم. فالمسألة واضحة، أنت مطلوب من كل واحد منا أن يؤدي شكر نعم غير محدودة، ويكون الشكر غير محدود. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقط فئة وشريحة قليلة من عباد الله عز وجل هم من يفطنون إلى شكر الله تبارك وتعالى، شكر النعم. إذا نظرت أخي الكريم إلى أنعم أهل الأرض في زمانه، آتاه الله عز وجل من الكنوز ومن النعيم ومن القصور، هو قارون. قارون هذا كان يملك من الكنوز ما لا أحد يملكه، وكان عنده خدم وحشم. قارون كان مفاتيح فقط، خزائنه لا يستطيع حملها الرجال، فقط المفاتح، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بما تحويه هذه الخزائن من ذهب وفضة ومجوهرات وأموال وكل ما لك أن تتخيل. نعيم منقطع النظير، ولكنه فرح بهذا النعيم حتى ظن أنه يعيش أبد الآبدين، يحسب أن ما له أخلده. ولكن لكل بداية النهاية، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ينبغي شكر هذه النعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله عز وجل أنعم عليك بالنعمة كي تبتغي بها الدار الآخرة، تبتغي بها الجنة، لا تبغي بها الفساد في الأرض. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقبل ذلك كله لا تنسى نصيبك من الدنيا. هي ليست دعوة إلى التقشف وإلى الزهد بقدر ما هي دعوة إلى شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا ولكن بمقدار، من غير إسراف، وتذكر الآخرين، وتذكر الله عز وجل من قبل وهو المنعم. ولكنه تكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه الفضل إلي أنا، أورثته كابرا عن كابر، إنها أموالي، إنه علمي، إنه مجهودي. ونسي الله عز وجل. كثير منا ينسى الله عز وجل، وليس بصريح العبارة وإنما بصريح الحال، لا يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، وقد نسى أن الله عز وجل أخرجه من بطن أمه وكان لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن أين أوتي هذا العلم؟
أنكر نعمة الله عليه عز وجل وخرج على زينته وخرج في زينته على الناس على قومه، كمثل أحدهم يركب سيارة فارهة ويمشي في الطرقات وينتظر أن من كل الناس من حولي أن تنظر إليه وكأنه ملك الشارع، انظروا إلى سيارتي، انظروا إلى ما آتاني الله، يتكبر بما أنعم الله عليه على خلق الله ونسي أن المنعم هو الله وأنه المعطي هو الله وقد يأخذ منه، لله ما أعطى ولله ما أخذ. سبحان الله، قال إنما أوتيته على علم عندي، وهو في زينته خرج على الناس والناس قد انقسموا إلى فريقين، من بين راغب في هذا النعيم والمتاع ومن بين يعلم حقيقة أن هذا اختبار من الله عز وجل وابتلاء، فكانت النتيجة أن خسف الله به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، انشقت الأرض وابتلعته، ابتلعت قارون وابتلعت الأموال وابتلعت الخزائن وابتلعت المفاتح وابتلعت الخدم والحشم كله في باطن الأرض. ويسأل الناس أين قارون؟ خسف به الأرض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. القاسم المشترك بين قارون وكثير من الناس عدم شكر الله عز وجل، ثلاثة أشياء: عدم شكر المنعم وهو الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء الدار الآخرة في كل ما أتى الله من نعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أن الأمر الثالث أن ينسب الفضل وأن ينسب كل شيء إلى الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، هي ثلاثة أشياء نركز عليها اليوم، هو تذكر المنعم، شكر المنعم الوهاب الرزاق الله عز وجل، وابتغاء مرضات الله عز وجل في كل ما أنعم الله علينا به وتفضل، والثالث أن تنسب كل ما آتانا الله كل ما حبانا الله إلى الله عز وجل ليس إلى النفس. هذا هو قارون. نختم بأعظم وأقوى دولة في العالم من حيث الاقتصاد ومستوى المعيشة، من حيث التجار وأصحاب المحال، من حيث البنيان، من حيث العمارات الشاهقة وناطحات السحاب. تذكر أقوى دولة في العالم وهذا الرخاء وهذا الاقتصاد وهذا، هل تضيع هذه النعمة في يوم أم أنه أمر صعب؟ نرجع إلى هذه الدولة وهي سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ده خط تحت كلمة مسكنهم، في مسكنهم، وتذكر المساكن من حولنا، وتذكر ناطحات السحاب، وتذكر القصور الشاهقة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، معجزة، جنتان عن يمين وشمال، ليست جنة واحدة وإنما جنتان، عن اليمين مد البصر جنتان، وعن الشمال مد البصر نعيم منقطع، ليس بمنقطع. هذا النعيم الله عز وجل منحهم، ومنح أهل سبأ حضارة عند سد مأرب في جنوب اليمن، في هذه البلاد حضارة هي من أقوى الحضارات في هذا الوقت، بلدة طيبة ورب غفور. الله عز وجل منحهم كل هذه النعم وطلب منهم شيء واحد: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، تمتع بما أعطاك الله عز وجل من نعم فهو حقك واشكروا له. ولكن فأعرضوا، كان الإعراض ليس الإعراض على التمتع بنعم الله، وإنما كان الإعراض على شكر الله عز وجل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عليهم عز وجل سيل جارف قد دمرهم، قد مزقهم كل ممزق، وتشتتوا في الأرض وضاعت حضارتهم وضاعت سبأ، ولم تبقى إلا سنة الله تبارك وتعالى في كونه. ضاعت سبأ وضاع قارون وضاع كل من ضاع، وتبقى سنة الله تبارك وتعالى خالدة لا تضيع: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا،
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، وجنبنا الزيغ والزلل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وأذن لقرآنك أن يقود. ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قيموا صلاتكم. الله أكبر.